ممكن يكون خطأ عابر، مش ممكن يكون شيء طبيعي بيحصل زي ما لعيب بيضيع جون او حارس بيفشل انه بيصد كوره او لعيب يخطئ بيسجل هدف في مرماه، مش ده وارد برضه؟ وبعدين معرفش اسامه زعلان ايه، الكابتن فاروق كان بيحج، هتحرمه من موضوع الحج الحج ده محتاجين نقف عنده برضه حتى الحج؟ طبعا طبعا موضوع طب الحج قول يا محتاجين عم نقف الحج. عنده، لان احنا بنتكلم في مفاجاه بتدل ازاي اداره التحكيم في مصر كانت بتحصل في واقعه. ما هو موضوع المشكله ان عابر السبيل ده بيتكرر مع نادي واحد، انا كل ما اروح لعابر الاقيه في حته معينه، نعم، يعني في ماتش الزمالك وسموحه، في ماتش الزمالك والبنك، للاسف برضو الزمالك عابر ده والمصري كان في الزمالك والمصري برضو. مع عابر بقى. بص يا كابتن شوبير، لما اجي انا يبقى عندي خطأ واضح وانا رئيس لجنة تحكيم بشوف نعم مدير فني، يا جماعة انا عايز الناس هنا تنحي الانتماءات خالص، ماشي لان دي ارقام وتسلسل سياق زمني ما فيهوش ماشي بقى اهلي وزمالك. رئيس لجنة الحكام ده بيشوف مدير فني بيعتدي على حكم مساعد. كان في الحج. ما هو انا جاي لحضرتك اولا بغض النظر عن ان انا مش فاهم ان هو راجل مش متطوع، ده راجل محترف بيتقاضى اجر. ماشي. فقال يا جماعه اصل انا لما سالوني قلت ايه بقى؟ قلت اصل ما فيش تقرير، ما فيش حاجه اتكتبت، ونركز بعد اذنكم في الكلام ده، الحج في شهر كام يا كابتن كان؟ يونيو باين؟ شهر 6. يونيو. تمام؟ نعم. الراجل في شهر 6 بيقول انا لما اتسالت، ده نصا كده امبارح، لما اتسالت عن الواقعه وليه ما حصلتش عقوبات؟ قال انا والله كنت في المناسك، ومش الراجل زاهد بقى تمام ومش مركز في التحكيم طبعا بغض النظر عن انا مش فاهم احترافيه ده، بس تمام. نعم. وقلت ان مفيش تقرير اتكتب ومفيش تقرير جالي. لما رجعت ايوه رجع خلاص من الحج نعم. شهر تمام. بدايه 7 عرفت ان كان في تقرير. طب حضرتك يا كابتن محمد فاروق بتراهن على ذاكره السمك لدى الناس، الناس بتنسى. انت طلعت في شهر 9 في الاسبوع الاول من شهر 9 مع الزميل المحترم محمد الليسي، نعم، قال نصا كده على الهوا لما اتسال ليه ما فيش عقوبات، قال اصل ما فيش تقرير. ده شهر 9. شهر 9. نعم. الا بقى لو هو يعني الحج عنده توقيتاته مختلفه، ده بقى قصه ممكن تكون تتعلق بيه او هو كمل هناك. نعم. فالراجل قال في شهر 9 ان ما فيش تقرير، رجع امبارح قال، وبعدها طلع عاطف حسين الحكم المساعد قال لا بقى ما انا مش هقف اتفرج، راح جاي بعدها عمل مداخله بعدها باسبوع في 12/9 طلع على الهوا قال لا الكلام ده مش صحيح وانا كاتب تقرير ومسلم التقرير واخد الاجراءات بتاعتي كلها صح. فبالتالي الحكم المساعد كذب. فجاء امبارح بقى كابتن محمد فاروق بيقول ايه؟ قال ده انا ما قلتش كده، ده انا الكلام ده قلته لما كنت في الحج. طب الكلام ده مش صحيح وانت في شهر 9 بعد ما رجعت بثلاث شهور او شهرين قلت ان مفيش تقرير. طب لمصلحه مين رئيس لجنة الحكام بيتستر على واقعة ويدي مبرر لعدم صدور عقوبة فيها؟ ما هو ده تستر. طب مش لما ابقى انا عارف ان في تقرير واطلع اقول في شهر 9 ان ما فيش تقرير، هو ده ايه ده غير بس تستر؟ اللي عايز اساله في الاخر، هي لجنة الحكام هي اللي بتدي العقوبة؟ لا ما بتديش العقوبة. طيب بس لو انا كحكم ما كتبتش تقرير انا هنا بعاقب على ايه في الواقع؟ ما انا بدي مبرر لان جوميز ما يتعاقبش، ان انا بقول ان الراجل الحكم المساعد اللي تم الاعتداء عليه وقالها كده لفظا لفظا، قال هو كتب، هو الراجل يعني بما معناه يعني ان هو شاف ان الواقع تعدي وفي حكام بتبقى عايزه تعدي المباراه، الراجل طلع قال لا انا بعدي ولا انا كنت عايز اعدي حسين. المباراه. طبعا. طيب هقف معاك بس هنا شويه.